منتخب مصر ونادي الزمالك السابق كابتن محمد صلاح. كابتن محمد نورني في اخبار اون تايم. الله ينور عليك يا حوده، انت اللي منور يا حبيبي. ازاي حضرتك؟ ربنا يخليك يا حبيبي، منور الشاشه كلها. الله يخلي حقيقة. أنا كنت لسه بتكلم عن منتخبنا الوطني والبداية الأولى، طبعا التجربة الأولى لروي فيتوريا والفوز في أول مباراة بثلاثية نظيفة أمام النايجر. قبل ما أتكلم عن مباراة ليبيريا النهاردة عايز أتكلم عن مباراة النايجر. حضرتك شفت مباراة النايجر إزاي؟ خاصة هي كانت الضربة الأولى لروي فيتوريا. شوف أهو، هي بداية كويسة من الناحية النفسية وناحية التلاقي بين الجماهير والمنتخب في أول لقاء حتى للتعارف، لكن كمستوى انت بتلعب تصنيف 119 غير مصر خالص، ولكن زي ما بنقول احنا في التدريب بدايات التدريب فترات الاعداد عايزه يعني ستيب باي ستيب. صحيح. الايجابيات نجحنا، لعبنا كره كويسه قوي لان المنافس مش كويس، التشكيل بقدر الامكان رغم ان انا كنت اتمنى ان صلاح والمحترفين اللي كانوا بيلعبوا يرتاحوا الماتشين دول، لكن هو كان ليه وجهه نظر ثانيه ان انا اخش بقوه واكسب الماتش الاولاني وبعدين اغير وضع طبيعي جدا عشان نقدر نعمل بيننا وبين الجديد تعارف يا محمود، مين يقدر يكمل يبقى دولي ويكمل منتخب مصر، ومين اللي يقدر يرجع ثاني للنادي يبقى محلي يعني. ولكن زي ما حضرتك النهارده وانا سمعت حضرتك بتقول ان بعض الناس هيتم اراحتها النهارده وفي بعض التغييرات، بتمنى الكوكا من كل قلبي، انا ما اعرفوش، لكن هذا اللاعب اجابته خارج القاهره او خارج مصر وعدم توفيقه في الفتره اللي فاتت مع المنتخب ومحدش قدر يتعامل معاه بعمليه نفسيه كويسه، اتمنى له التوفيق النهارده ان هو هداف من الطراز الاول ومتالق. يا كابتن محمد صراحه الفتره الاخيره في حياته الاحترافيه بره، لكن صحيح. انا بقول لك اتمنى يبقى لينا نفتح باب معاه نحضنه ونقول له ان احنا هنساعدك كمصريين، لان هو لعيب كويس وهداف كويس يقدر يفيد منتخب مصر في الفتره اللي جايه. كوكا افضل المنتخب ولا مروان حمدي يا كابتن؟ شوف الاحتراف بيقول كوكا، لكن هو ما خدش فرصه مروان حتى مع كروش. صحيح. ودي تفرق مع المهاجم محمود، المهاجم عايز يلعب باستمرار لان هو بينه وبين الشبكه في اعمار. لو ما بقاش في حنيه بين الاثنين مش هيجيب اجوان، فتلاقيه على طول مكتئب على طول بيضيع بعدين بيقعد ما بياخدش فرصه. فدي اتمنى له ان هو يستمر حتى مروان، يعني مروان لما خرج من الزمالك الناس قدرت تعرف تتعامل معاه، اجاد بقى هداف في سموحه، لعب في منتخب مصر اجاد، هي عايز فرصه، فاتمنى ان كوكا ياخد فرصه زي مروان عشان يبقى عندنا اثنين وثلاثه مع مصطفى اربعه نقدر نقول عندنا مهاجمين يقدروا يحلوا لنا المشاكل اللي هي حصلت بطولة افريقيا 0-0 ضربات جزاء وبعدين بنخرج، فعملت لنا نوع من الناحيه النفسيه مش كويسه، اتمنى استعادتها بالفوز والدخول في كاس العالم والبطوله الافريقيه ان شاء الله. يعني عايز اتكلم حضرتك برضو عن مروان حمدي بذكر ان احنا يعني جبنا اسمه، عايز اتكلم عن حضرتك شايف ان مروان حمدي خساره ان الزمالك خد القرار بالاستغناء عنه، خاصه اللاعب كان مصمم على الرحيل عن نادي الزمالك لانه عايز يشارك بصفه اساسيه. شايف ان ده خساره لنادي الزمالك ولا الزمالك عوض بالصفقات اللي جابها؟ شوف يا محمود استاذن ما تكلمنيش على فتره اللجان اللي كانت ماسكه النادي وبوظت النادي. وانت عندك حد ساعتها كان عندك حد عشان تمشي مروان وفيصل والناس دي؟ ما كانش عندك، وانت تعلم ان انت ما عندكش قيد. لكن لما الراجل تنفس وراح لعب اجاد. فالاجاده دي طلعت مصلحته بالتالي منتخب مصر. انا بقول لك هو الاستعجال رغم ان انا يعني ما اقدرش احكم الجهاز الفني هو اللي يحكم على مروان ان يرجع ولا لا، لكن اذا اجاد السنه دي هو لازم نقول ان نادي الزمالك خسره. انت ما عندكش، انت بتلعب السنه اللي فاتت بالسيف الجزيري بس دعم نادي الزمالك برضو بلعيبه يعني مميزين بصراحه في الناحيه الهجوميه، اللاعب طبعا البنيني يعني كينولا بكل تاكيد اضافه قويه وكان متالق، شفنا فيديوهات للاعب كان لاعب جيد. بص يا حوده احنا هنحكم باذن الله قريب قوي عن الصفقات اللي الناس ابتدت تشكك وتقول ده مش عارف ايه ولسه ايه، لا احنا بنقول ايه مروان او غير مروان لما يلعب كتير احكم عليه. الناس لما تلعب وهي باين ان عندها حاجه كويسه، والزمالك مش هيختار يعني اتنين من هنا واتنين على القهوه، لا ده بيختار دي فلوس مدفوعه عشان تاخد بطولات.
لو مش هيعملوا لك طفره ما كانش جم، لكن الاختيار بعنايه هو اللي هيخليك بعدها تحكم ان الناس دي كويسه ولا لا. صحيح. ومروان حمدي طبعا راح على نادي الزمالك نهائيا. عايز ارجع برضو مع حضرتك للمنتخب الوطني المصري، وعايز اتكلم عن محمود حماده، شارك جنب طارق حامد في المباراه الاخيره، شايف مستوى ازاي خاصه دي هي التجربه الاولى ومشاركته الاولى مع منتخبنا الوطني؟ هو في الدوري الراجل بيلعب، عايز اقول لك ايه، بالشياكه. الشياكه دي مدياله حريه ومرونه باستعمال عقله عشان يلعب كوره. كلنا بنتكلم عليه وسط المنتخب وكوكبه من النجوم، فاول مره ما حسيتش ان هو اول مره. صح؟ صح. حسيت ان هو لعب قبل كده كتير في المنتخب وراجل، وده اللي قاله فيتوريا يعني. لا دي حقيقه، دي حقيقه، وهو اللي اجبرنا ان احنا نقول كده. الفكره فكرك بمرموش اول مباراه. كان مميز. قلنا ايه اللي هو قبل كروش؟ بس كان الراجل عندك في وادي دجله وبيلعب ومحدش خد باله. اهو بس اديله فرصه، راجل اجاد وبيلعب في احسن دوري في العالم، وعشان كده هيفيد منتخب مصر. لكن انا بقول لك طول ما انت بتديني فرصه بس بص عليا واديني، يعني انا عايز ايه؟ العدل. انت اخترت حماده ليه؟ انت حسيت ان هو وسط فرقته نقدر نقول ايه؟ ورده ممكن تعمل ريحه كويسه في الفرقه. لما لعب في المنتخب اثبت لك فعلا ان انت اختيارك صح. فلازم نكتر من حماده، ولعيبه مش كلها خناقات وضرب. احنا الاجيال اللي فاتت كانت بتعتمد على القوه واضرب ومش عارف واجري، مفيش فن. لما يجي واحد زي حماده مع صلاح مع مش عارف مين مع مين مع مين، هتلاقي منتخب مصر بيكسب وبيلعب كويس، وده اللي عايزه الجماهير المصريه. صحيح. ان انت تعيد تاني الكوره بتاعت 2006 و8 و10. فان شاء الله لو اختيارات فيها عدل هترجع باذن الله الكره المصريه تاني. النهارده طبعا عارفين الثلاثي مصطفى محمد ومحمد صلاح واحمد فتوح بكل تاكيد هيغيبوا عن مباراه اليوم امام ليبيريا. مين اللعيبه اللي حضرتك شايف ان يعني فيتوريا يديلهم ويظهروا في الفتره المقبله ويديلهم فرصه النهارده يعوضوا هذا يعني الثلاثي؟ زي ما حضرتك قلت كوكا، حضرتك في تريزيجيه ما لعبش، في اسلام بتاع بيراميدز، يعني في لو انت عايز تسد فرص بقى او صحيح. تجرب عشان تقف على حال اللعيبه. ممكن نشوف عبد الرحمن مجدي، ممكن نشوف محمد ابراهيم، ولا صعب؟ اولا الماتش اللي فات اتظلم محمد ابراهيم فيه، ولكن كلها رؤيه يعني. لكن طالما اخترته لازم تجربه عشان تختبره يصلح ولا ما يصلحش، لانك انت هتلعب النهارده من غير محترفين. صحيح. والمحترفين مكانهم محجوز عندك، فانت هتقلل بس ان انت هو موجودين يا كابتن محمد النهارده بس مش هيلعبوا، يعني تريزيجيه موجود مريحين مريحهم. اللي هياخد فرصه لازم يثبت للناس وللجماهير والمنتخب ان انا جدير ان انا اكون في المنتخب. هم كلهم لعيب الكوره، بس هو التصنيف في ايه؟ مين يقدر ينفذ فكر الراجل ومين يحاول ومين مش قادر بس. دخلة طبعا مميزة زي ما احنا متعودين طبعا من كابتن منتخب مصر السابق ونجم نادي الزمالك كابتن محمد صلاح، بشكرك ونورتني في اخبار اون تايم.